تدشين الربط الالكتروني بين وزاره العدل ومؤسسه النقد العربي السعودي في حال تقديم طلب التنفيذ عبر البوابه الالكترونيه للوزاره يتم التاكد من صحه البيانات المدخله حسب نوع السند قبل احاله الطلب الى دائره التنفيذ بعد ذلك يتم إرسال الطلب إلى دائرة التنفيذ والتي بدورها تخضع الطلب لدراسة وافية من خلال التحقق من نوع السند التنفيذي والتأكد من استيفائه الشروط النظامية. بعدها يصدر قاضي التنفيذ فورا أمره بالتنفيذ. في حال عدم تنفيذ المدين الطلب يلجأ القاضي إلى إرسال البيانات بعد حفظها إلكترونيا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بدورها بالإفصاح عن أموال المدين وحجزها. والتنفيذ عليها. بعد ذلك تقوم المؤسسة بتحويل المبلغ من أرصدة المنفذ ضده إلى حساب دائرة التنفيذ. بعد ذلك تقوم الدائرة بإصدار شيك لطالب التنفيذ بالمبلغ الذي تم تحصيله. بعدها يتم رفع الحجز عن أرصدة المنفذ ضده عند انتهاء العملية.